حرف الياء. أولا ألون المقطع الذي فيه الصوت الياء. ياء دون، صوت الياء في أول الكلمة في المقطع ياء. دم يا تون، صوت الياء في وسط الكلمة في المقطع ياء. نا يون، صوت الياء في آخر الكلمة في المقطع يون. ثانيا أحدد حرف الياء. يو مون، حرف الياء. را يا تون، حرف الياء. شا يون، حرف الياء. ثالثا أقرأ. عي عينا. يا يمام. يو يراوغ. ي يساير. يا ياء. يو يوسف. ي صديق. ين عاريا. ين رأي. ين زاين. يا يحيى هيا أجب من يناديك.